استشهد العشرات من البيضاويات والبيضاويين مساء السبت 30 أبريل بساحة ماريشال بالدار البيضاء للمشاركة في وقفة صامتة تلبية لدهوة الائتلاف المغربي للتضامن. هذا الإطار الذي يضم مكونات سياسية ومدنية من مختلف المشارب والتوجهات التي وحد فيما بينها البعد التضامني مع قضايا الشعوب وقضايا السلام وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقفة السبت جاءت على خلفية المجازر التي تشهدها الأراضي السورية، آخرها ما وقع من سفك للدماء وإزهاق للأرواح بمدينة حلب، حيث سقط أكثر من 80 قتيلا فضلا عن المئات من الجرحى، طالت النساء والرجال الكبار والصغار دون استثناء. نلتقي اليوم في الوقفة في هذه الوقفة الصامتة تضامنا مع الشعب السوري وتضامنا أساسا مع أبناء مدينة حلب الصامدة المقاومة. ما تعيشه اليوم سوريا يسائل الإنسانية ويسائل الضمير البشري والضمير العالمي بشكل عام. ما تعيشه سوريا اليوم وما تعيشه ما عاشته مدينة حلب وما عاشته قبلها حمص خلال السنوات الماضية ودير الزور وداريا ودمشق واللاذقية وما تعيشه الرقة أيضا يسائل الإنسانية ويسائل ضميرنا جميعا. نتمنى على أن تتحرك الإنسانية في اتجاه وقف إطلاق النار في هذا البلد. نتمنى أن تتحرك الإنسانية من أجل إنقاذ الإنسان السوري من يوميات الاشتتات التي يتعرض لها. نحن ندين كل أعمال العنف الدائرة في سوريا، ندين كل أعمال الاقتتال الدائرة في سوريا، ونقول على أنه من يمارس الإرهاب سواء كان إرهابا داعشيا أو إرهابا أسديا أو إرهابا من طرف حزب الله هو نفس الإرهاب، بمعنى أنه من يحمل السلاح في وجه الإنسان هو إرهابي، وأن العالم عليه أن يتحرك من أجل إنقاذ الإنسان في سوريا. ينظم هذه الوقفة الائتلاف المغربي للتضامن من أجل التنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها النظام بشار الأسد في حق الشعب الفلسطيني، الشعب السوري الأبي الذي خلفت العديد من القتلى والجرحى والمعطوبين وآلاف من اللاجئين. الآن يخرج ساكنة الدار البيضاء للتضامن مع الشعب السوري الأبي في هذه المحنة التي يندى لها الجبين، لندد بهذه الممارسات الجبانة بهذا التقتيل الممنهج الذي تعرض له الشعب السوري. aujourd'hui à Casablanca vous voyez les Casablancans font ce qu'ils peuvent en tout cas pour dénoncer les massacres auxquels on assiste dans les villes de Alep et en Syrie en général. Je trouve que cette question est grave, que ce peuple ne mérite pas ce qui lui arrive, que les gens se mobilisent ailleurs très vite pour n'importe quelle autre cause et quel autre massacre, et que pour la Syrie, je crois que le monde entier regarde impassible, et on a vraiment l'impression qu'on est vraiment qu'on est un peu dépassé par ces événements. Les images qu'on nous a montrées sont atroces. تواجدنا اليوم كجمعية تعنى بمناهضة الإرهاب وتدعو إلى احترام حق الحياة ونبذ الغلو والتطرف. هذه المبادئ كلها تنعدم في سوريا. الشعب السوري لا يحظى بهذه المبادئ، لا يعيش الإرهاب، يعيش التطرف، يعيش التقتيل والترهيب. ما يقع في سوريا يحز في النفس، وهذه الوقفة الصامتة رغم كونها صامتة إلا أن صوتها يعلو، وهي تعبير بسيط على رفضنا لحال سوريا، وننعي سوريين من خلال هذه الوقفة، ونأمل أن المنتظم الدولي يتحرك على هذه الأصوات رغم كونها صامتة فهي تعلو عالية. جينا اليوم لهذه الساحة باش نعلن التضامن ديالنا، لأنه التضامن ديالنا مع مدينة حلب، المدينة السورية التي قصفت من طرف جيش بشار الأسد، وحنا جينا اليوم باش نعلنوا المغاربة متضامنين معاهم. وشكرا. جينا اليوم لهذ الوقفة باش كنساندوا الإخوان ديالنا السوريين. في الواقع أن الوجع كنعيشوه وما عندناش أي أسلوب آخر إلا أننا على الأقل نديروا هذه الوقفة، هذه تعبير أننا متضامنين معاهم، وصرختنا غتبقى مرتفعة مادام الضحايا كيمشيو. ومع الأسف الشديد أن الأرض العربية مختلف من فلسطين، سوريا، العراق، هذا وجع واحد وهم واحد بالنسبة لنا، كنعتبروا الحدود وهمية، لأن كل ما كيمس أي قطر عربي كنتمسوا فيه تحنايا. فلذا احنا كنساندوهم بهذه الوقفة، ولو أنها أقل ما يمكن يعمل الواحد، هو وقفة صامتة حاملين الهم ديالهم، حاملين المعاناة ديالهم،
رغم بعد المسافة بيننا وبينهم رحنا عندنا نفس الإحساس ونفس الشعور. هادشي اللي تيوقع للشعب السوري كنا ندو به، ما بغيناش يوقع، وكنقولوا للشعوب يتحركوا باش يندو تا هما، حيت هادشي اللي تيوقع ما خصناش نسكتوا عليه، وخاص الناس يكونوا يد واحدة باش الدول العربية تعاود تفيق وتعاود ترجع كما كانت في الأول ديالها. لو باسي اللي كان عندنا، كان عندنا باسي مزيان، ولكن دابا مابقاش عندنا داكشي، خصنا نعاودو نفيقو ونحياو سميتو هادشي اللي تيوقع، راه ما حتى واحد ما تيقبلو، والناس اللي تيموتو ما تنقبلوش يشوفو هادشي، لأنه تيأثر علينا بزاف، وخص الشعوب توحد وتكون كلمة واحدة عند العرب كاملين.